ازاي نستغل البوزيشن الجديد الترقية الجديدة دي ان هي تكون مسؤولية. انا بقى مش بقيت مديرة، فانا اللي تحتية كلهم بقى اعمل اشتغل معرفش ايه، ازاي انا اصلا احس بالمسؤولية اللي عليا؟ بصي، خلينا برضو نفرق ما بين ان انا مسؤول وان انا بعمل حاجة بايدي. المدير مفترض ما يشتغلش حاجة بايده غير شغله هو يعني. في موظفين عندهم جوب ديسكريبشن، عندهم مهام بيعملوها هم اللي يقوموا بشغلهم. دوري كمدير اكون واضح ايه اللي انا محتاجه منهم، محتاج الجوده بتاعت الحاجه تطلع من ايديهم ايه، شكلها ايه، او ينتجوا ازاي، واتابع معاهم شغلهم. لو في حاجه خطا، لو في مشكله بساعدهم، لكن مش دوري اني اعمل شغل معاهم. دي على فكره من اخطاء المديرين المشهوره في اول 6 شهور. الحماسه بقى وفرحه، عارفه حماسه المبتدئين، ينزل يعمل الشغل مع الموظفين بتوعه. فالموظف يقول لك ايه ده يعني، طب انا بعمل الحاجه ديت وجاي يعملها مكاني ليه يعني؟ الموظف يزعل ويتعود، مش المدير بيعملها خلاص يشيلها هو بقى، يبقى مسؤول عن نتائجها بقى. صحيح. لا، انت كمدير ليك مهام انك تطمن انهم بيعملوا شغلهم صح، لكن ما تشتغلش مكانهم. ومهمتك يعني، دي نصيحه لاي مدير جديد، الحاجه اللي الموظف اللي عندك يعرف يعملها وعنده وقت يعملها انت ما تعملهاش. وانا لازم اعملها عشان ابقى معايا، عشان اعرفه، عشان اعمل، عارف انت اللي حجك بقى اللي هو ايه. لا، المدير ما يشتغلش بايده. ابص عليه من حين لاخر، اشوفه بيعملها ازاي. لو عندك مشكله تعالى احكي لي بتفكر تحل مشكلتك ازاي. لكن ما اشتغلهاش مكانه. بدل ما الموظف عنده وقت وعنده امكانيه ان يعملها، الموظف اللي يعملها. بالطريقه دي الموظف نفسه يتطور. يعني المدير من ضمن اهم ادواره ان يطور الموظفين اللي معاه. أكيد. مش كده؟ انا ممكن يبقى في حاجه الموظف عمره ما عملها قبل كده، ما تخافش خليه يعملها وانت بص عليه. لو يقدر يعمل يا رب 80% منها وعنده وقت، اديها له، ما تخافش يتعلم فيها. فاحيانا الموظف لو مش فاهم يقول لك من ساعه ما جه عمال يتامر ما بيشتغلش معانا. على فكره هو دور المدير كده، ما يشتغلش معاكم. هو مين قال ان دور المدير يشتغل معاك؟ المدير يطمن انك بتعمل شغلك. المدير يديك التاسك ويقول لك تعملها ازاي، او يقول لك انا عايز اشوفها تخلص امتى وبجوده شكلها ايه، ويطمن انك بتعمل. فالمدير ده دور يعمل دوره. في مديرين بتحب يعني، لا انا بحب اشوف ده واطمن وعملها ازاي، ولو ما عجبتنيش خليه يعملها تاني، ويبقى قاعد قدامي بقى، لا انت اقعد قدامي كده وريني بتعملها ازاي. بصي، طبعا كل حاجه ليها ظروفها، فمفيش حاجه تنفع في كل الاحوال. اكيد. بصي، يمكن تكون تاسك في غايه الاهميه، مثلا بنتعامل مع عميل، اهم عميل عندنا، والوقت مزنوق، وعندي موظف جديد او مش متمكن من التاسك ديت، فممكن المدير، دي حاله شاذه يعني، فممكن المدير هنا يشتغل معاه فعلا. يمكن تكون وسيله المدير بياخدها لو موظف، احيانا في موظفين برضو لعبيين يعني، مكسل شويه، فيقول لك خليني اقعد مع اول فتره كده لغايه لما يتحط على الصراط المستقيم يشتغل لوحده بعد كده يعني، بتبقى يعني فتره. لكن لو باستمرار دي طريقه المدير مع كل الناس، الشاطر ومش شاطر، في كل التاسكس السهله والصعبه، لا يبقى هنا في مشكله عند المدير. ده محتاج حد يعلمه اداره. ده خطا بيسموه مايكرو مانجمنت، بيخنق الناس اللي تحتيه.